بالإضافة إلى العتبة الحمد لله والشكر عن طريق إحنا السيد السيستاني يعني شلون نقول لقبنا وانطانا اللقب هذا إحنا نفتخر به أبناء السيد السيستاني. فجتنا أول دفعة من العتبة الحسينية عن طريق السيد الشيخ عبد المهدي الكربلائي 10 ملايين، وثم يعني 10 ملايين التالت إلى آخر فترة. يعني شنو الرسالة اللي بلغكم بها السيد السيستاني؟ الحمد لله والشكر أكو دعم كان بيها السيد سيستاني، يعني طلق علينا أنتم أبناء أنتم حقا أولاد عن طريق المعتمد طارق البغدادي، سمانا أنتم حقا أبناء السيد علي السيستاني. فهذا لقبنا إحنا أبناء السيد علي السيستاني من هذا النتاج، يعني هذا العمل اللي قمنا به. وأكد علينا أثناء لقائنا به أكد علينا على عوائل الشهداء، ولا تنسون عوائل الشهداء، يعني كان يأكد على عوائل الشهداء. فإحنا كنا همنا وكل يعني نريد نقوم به هو أن نقدم خدمة لعوائل الشهداء. والحمد لله والشكر يعني الله سبحانه وتعالى وفقنا، والناس اللي خيرة اللي جت ويانا واستمرت ويانا بالعمل الحمد لله والشكر أكو نتاج صحيح، أكو نتاج على الأرض صحيح. فالناس عرفت شنو صندوق إسكان عوائل الشهداء. فالحمد لله وصلنا إلى هسه حاليا إلى 462 دار.